تقدمي الحصص الرياضية في مصر، مصر الشقيقة التي وجدنا فيها كل الترحاب. لغة الأرقام والإحصائية تتحدث أن المنتخب الوطني منتخب قوي على كل المنتخبات المذكورة التي سنواجهها. منتخبنا الوطني جامد، ده ليس تقليلا من شأن أي منتخب آخر. المنتخب الجزائري هو أقوى فريق في القارة الإفريقية الآن. بحبكم كل المصريين، واحنا معاكم واحنا بنشجعكم من قلبنا وتنورونا. في مصر الشقيقة كما قلت وجدنا كل الترحال. 1 2 3 فيفا الأرجنتين.